الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل أو مس حلقة دبره. نعم، مس فرج الآدمي بلا حائل، فإذا كان بحائل لا بأس، أما إذا مسه بدون حائل فرج الآدمي سواء فرج نفسه أو فرج غيره بلا حائل يعني البشرة لامست البشرة، أما من فوق الثياب ما ينتقض الوضوء حتى تكون البشرة ملامسة للبشرة، هنا ينتقض الوضوء إذا مس الفرج سواء فرج رجل أو فرج امرأة، فرج زوجته، فرج ابنه، فرج ابنته يعني الصغيرة أو كذا، المهم مس فرجا أو المرأة مست فرج ولدها ذكرا كان أو أنثى وهي تغسله أو كذا، فقالوا مس فرج الآدمي ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ، فقالوا مس فرج الآدمي، قال أو مس حلقة الدبر، لأن الدبر مغطى بالإليتين، الدبر مغطى بالإليتين، لمس الإليتين لا ينقض الوضوء إنما ينقض لمس حلقة الدبر وهما بين الإليتين، هذه الحلقة هي التي مسها ينقض الوضوء على المذهب. نعم.